للأحوال الصحية اللي بتهم كل المواطنين، في وحدة لعلاج المصابين بفيروس سي لما يتم نقلها من كوم حمادة لدمنهور. شوفوا المعاناة، يعني دايما فلسفة التعامل مع المرضى ازاي يمكن ان احنا نسهل لهم، لان الألم لا يتحمله احد. فلما يبقى في آلام مضاعفة زيادة في الوصول لمكان العلاج، ونبقى كمان بنبهدلهم، بنوصل شكاوى من لا صوت لهم، لعل البعض يستمع إلى استغاثاتهم. يعاني مرضى فيروس سي بمنطقة كوم حمادة من نقل ملفاتهم وصرف علاجهم من مستشفى كوم حمادة بالبحيرة إلى مستشفى دمنهور العام، وذلك نظراً لبعد المستشفى عن منطقة سكنهم. تحاليل بتاعة الفيروس واثبت ان في فيروس، وجيت عملت الدوسيه وقدمت كل حاجه، جيت عشان نجيب العلاج، لا لسه ميعادنا كم من شهر ناخدوا العلاج دلوقتي، جيت قالوا لا الملفات لسه ما سافرتش، قال الملفات بتاعتكم لسه هتسافر وبعدين تبقوا تاخدوا العلاج، وادينا مستنيين العلاج. انا عندي 82 حاله، 82 ملف مسافرين النهارده للدكتور محمد فضل هيراجعهم، في 72 ملف سافروا المديريه عشان يصرفوا علاجهم. لسه جايين ويقول لك احنا هنحولهم من ملفات دمنهور، هل ده ينفع ان احنا نبقوا موجودين وفي ناس بتصرف من هنا واحنا عايزين نبقى علاج متوفر؟ في علاج متوفر. احنا جالنا اختار ان احنا نشتغل نستلم ملفات نعملهم تحليل فيروس على نفق الدوله، وبعد ما استلمنا الملفات حوالي 1800 ملف بلغونا ان احنا نحول الملفات لحميه دمنهور. انا وجوزي عندنا الفيروس وعملنا التحاليل اهي وجايين عشان كل يوم نيجي عشان نشوف القرار نزل ولا لا. النهارده قالوا لنا خدوه وروحوا دمنهور. جاري اعتماد كوم حماده كمركز صرف متكامل، مش هنبعد بعد كده الملفات لدمنهور. الفتره دي بس البسيطه دي لحد الاعتماد من لجنه الفيروسات هي دي اللي عملت اظهرت مشكله، وحاليا ما فيش مشكله. يوم نجي يقول استلم القرار بتاعك الدوسيه بتاعك ساف. عشان ايه؟ عشان تعملي تحاليل ولا عشان تاخدي العلاج؟ لا انا محلله بره على حساب. حضرتك حللتي وقالوا لك ان انت عندك فيروس وجيتي هنا عشان عندي تعجلي وحللتي بره. كذا حاله النهارده بتقول ان هم جم يصرفوا العلاج ما فيش علاج. يبقى هم 82 حاله من ضمن 82 ملف اللي رايحين يصرفوا النهارده. الست اهي بتقول لحضرتك قالوا لها روحي دمنهور. قالوا له روحي دمنهور. الا بالوصف اللي قالت لها دي. ايوه كلك قالوا لي مش واحده بس. لما يجي قرار عنتري من وكيل وزاره او وزير يشتت مرضى لمحميات دمنهور علشان ايه؟ انا جاي النهارده عشان خاطر ناخد علاج. قالوا لي مالكيش علاج هنا اطلع على دمنهور ورموا لي الملف من الشباك. المشوار نفسه صعب عليكي كمريضه؟ عليا علشان خاطر مش قادره نمشي او مش قادره نركب مواصلات. هم دلوقتي بيقولوا روحوا دمنهور ومفيش معيش من الكنانيه نروح انا دمنهور ولا نحل البر. يعني انا النهارده لما نحل البر هنحمل ب 700 جنيه، نجيبهم منين ال 700 جنيه؟ الدوله بتتكفلها، الدوله بتحاسب على البي سي ار ب 850 جنيه و 750 جنيه من صندوق تحت مصر، في حين لو اتعمل في معمل بره ب 220 جنيه البي سي ار. أغلبية الناس المرضى بتعمل التحاليل بره في معامل خاصة وبتجيبها وبيعتمد التحاليل وبيعتمد البي سي ار. ازاي هنا نكلف الدولة أضعاف مضاعفة؟ احنا بنفذ صرف علاج، نستقبل المريض، نستقبل الملفات ونستقبل تحاليله ونبعتها للدكتور محمد فضل اللي هو ماسك المدير المشرف الجامعي على مستوى المحافظة، بيراجع الملفات مع الفريق بتاعه بيعتمدها. هم مستنينا لما احنا نموت وبعد كده يقول لنا الحل وصل، بعد احنا ما نموت. يعني وجوه مصرية نقية راضية بالقليل ومتحملة الآلام. لو تشوف وجوه السيدات، يعني رغم الكبر في السن وآلام الشيخوخة وآلام المرض ومتاعب الحياة، كمان نزود عليهم متاعب العلاج والبحث عن العلاج يعني. واحنا فضلنا حتى نشوفوا يبقى الحوار بينهم وبين المسؤولين بهذا الشكل. يعني هل معقولة يا جماعة أن يبقى يستهوي البعض إذلال وتعذيب المرضى؟ مش المريض ده محتاج أنك تضعه على كف الراحة؟ هل المريض ده محتاج إذلال آخر؟
يعني المرض في حد ذاته يعني بيعجز الناس وبيألمهم وبيحبطهم وبيحول حياتهم إلى جحيم يعني. فتلاقي بعض المسؤولين يتعاملوا ببطء واستهانة مع اللي شفناه يعني. عملنا الحوار بين المسؤول والمرضى عفوية وتلقائية من مرضى بسطاء لا يطمحون ولا يطمعون في شيء في الحياة خالص إلا إن يتمكنوا من علاج آلامهم فقط، ده كل اللي بيحلموا بيه يعني.